دورنا عليك كتير، قالوا لي إنك شرس بس شغلك منيح، وأنا بهمني الشغل، بس المهم إنه نوضح القواعد. ما في داعي، حافظين الدرس عن غايب. لو كنت حافظ الدرس ما كنت هون يا معلم. طيب شو عندكم اقتراحات؟ عطوني الشغل وأنا مستعد نزل النفقات تبعكم للنص. شو راح تعمل؟ راح تحمل شحنة سلاح على ظهرك؟ عم نسمعك سيد رامز، تفضل كمل. زلمتك عم يجيب البضاعة عن طريق البر، أنا راح أجيب البضاعة بالبحر، وراح أجيب القبطان تبعي من اليونان، وأنا ببيع البضاعة هون وببعت لكم المصاري مع القبطان. القبطان بيعطيكم المصاري وانتو بتردوا بتعطوه كمان بضاعة. هذا هو عرضي. تمام. اي بس مين يلي عم يشتغل معنا؟ شو القبطان؟ هلأ هذا بتسميه شغل؟ جبت لحالك قبطان من المرفأ؟ أكيد ما بيعرف إذا كنت الخال ولا ابنه للخال. عن إذنكم شوي دقيقة وراجع لكم. فكر يا رامز، لو كنان هون شو بيعمل؟ شو معلمي؟ ولا شي. شو كان ممكن يعمل هالولد؟ احكي معي. اكيد لازم تنظيم، ما عندك غير هالقبطان، بس ما عندك معارف هون ولا ببلغاريا. هو رجاله كتار، شو مشان رجالك؟ آسف كتير تأخرت عليكم، بعتت خبر على المينا لخلي القبطان يجي شخصي. لسه عم بيقلي القبطان. سيد رامز، شو يلي رح يخلينا نوثق فيك؟ لا مو بس فيني وفيه كمان. عرضي صار كالتالي، زلمتك ببلغاريا بيكون جاهز، بيشوف القبطان تبعي وبيسلمه البضاعة على السفينة. القبطان بيجيبها لهون، أنا ببيع البضاعة وببعت المصاري لزلمتك ببلغاريا مشان يسلمكن ياها، وهي مهمة السمسار. هو بيحل مشكلة توصيل المصاري، بينما أنا رح حل مشكلة الشحن بالبحر. البضاعة بالبحر والمصاري بالبر، هيك بيكون أوفر وبيكون أمان أكتر، وبنص الكلفة يلي عم يكلفكن ياها السمسار غير المصاريف التانية. نحن أقوى اتنين بهالمجال، اللي شو رأيك؟ دقيقة انت ريح حالك اخي، ولو انا جهزت القبطان بالمينا ومشي الحال. الكل عم يحكوا عنك يا خال، كيف عملتها؟ دخلت شراكة مع السمسار. بس مو انت اللي عم تنقل الأسلحة. بالضبط مين رح انقل؟ شوف، رح يمسكوا السمسار وهو عم يحمل البضاعة على السفينة، السمسار رح يدخل السجن وأنا رح أمسك سوق السلاح كله. مفهوم الحكي؟ عم تفهم؟ يا
شكرا كثير، شكرا كثير. شو قررت تحكي معي؟ أنا عم بحتفل، أخذت الشغل. شكلك سكران على الآخر. آخ لو شفتي، لو كنتي ما كنتي صدقتي، ما حركت إصبع واحد، تخيلي، ما تحركت من مطرحي سنتي واحد. فكرت بأخي كنان وحليت القصة دغري. أخو كنان؟ افتخر يا كنان. استنى، لوين رايح؟ أنا رايح لعند كنان. كتير منيح إنكن إجيتوا واجتمعتوا عندي، ما حدا منا إلو مصلحة بالمشاكل، الكل بدن ياكلوا بس، وبدن كمان يربحوا. شو ما رح يجي إيزيل؟ شكلك حابب ترجع الحرب. تابعوا وكأني ماني موجود. سيد علي هو يلي رح يدير الشغل من طرفنا. لازم نحكي كلمتين أنا وياك. عايشة مانا مبينة بالساحة، أكيد بدها تعمل بحالة شي. لقيت البانيو مليان ولقيت سكينة بالحمام، أغلب الظن إنه حاولت تقطع عروقها. شو يعني ما بتهمك بنوب؟ ما في عدالة سهلة. اسمعني، هاي المرة حبتنا نحن الاثنين، وأنت حبيتها لدرجة إنك ما سخيت فيها وما انتقمت منها. شو اللي صار؟ شو اللي راح هلأ؟ يعني ما ضل منه شي هاد الحب الأسطوري؟ يعني شو بدك يعني يعمل هلا؟ ما بدي انه يصير معها اي شيء. انا ما بدي اياها تموت. انا شو بعمل بحالي اذا هي ماتت؟ اللي شعبني. شو مشي الحال؟ صفيت الامور؟ جنكيز تعال شوي خليني اسمع فكرتك. كيف ما كان بتضل فكرتك مو؟ بالإذن لحظة، أنا هذا اللي عم بعمله للصداقة. شوفي يلي عملت لك يا ياريت تحسب لي إياه وتجمعه. اللي شو صاير؟ كنان قدر يلاقيها لعايشة. اللي على السريع، هي منيحة؟ رح أتأكد بحاكيك. انت عم تخليني عصب عميل يلي لازم تعمله خلصني. ليكو هي قاعد هون. ماشي، خلونا نوضح نقطتين قبل ما نبلش. كل يلي بتقولوه هون بيلتزم في رامز؟ بيلتزم. وانت رح تكون معنا؟ يعني منحكي معك اذا بدنا منه شيء؟ ايه معي. عمليات الشحن والتخزين انتو المسؤولين عنها، ما هيك؟ تمام. وانتو بتحلوا مشاكل الارتباطات تبعكن، يعني نحنا ما كتير بتفرق معنا سياسة الشغل. 50% إلكن، تتقاسموها مثل ما بيريحكن. ايه شو رأيك؟ بيقدروا الأعداء إذا ما يشتغلوا مع بعض بهي الفترة؟ يعني مو أول مرة وما رح تكون الأخيرة. روق علي، هاي المرة رح تشتري اليخت اللي بدك إياه وأنا رح كون معك. لنشوف. صدقني هي أول مرة رح تصير حقيقة أخي علي.
ومعلش أنا رح أحكي قدام كل القاعدين، ما في حدا غريب، هاي المرة رح تترفع لفوق كتير. بعد إذنكم يا جماعة خلونا نشرب كاس أخي علي الكماشي. قدامك طريق طويل أخي علي، بس الحقيقة في عندك هاي الشرارة اللي بعيونك. أهلا فيك بيناتنا أخي كماشي. خلينا نمشي. شو؟ أنت طلبت مني أن يكون رفيقك، صداقتي لهون وبس، فهمت؟ هدي حالك يا ابني ولو أنت مانك مثلهم يا علي، هدول بتاجروا بالموت، هيك رح تكسب مصاريك؟ يا ابني هدي حالك وانتبه، هدول الناس بيبيعوا امهاتهم مشان المصاري، ما ترد على كلامهم الحلو. ازل انت طلبت مني يكون رفيقك وانا عم اسحبك وطلعك من هون، انا ما بلعب بهي اللعبه ابدا، لانه هيك بتبلش القصه. اول شيء بتقول خليني فوت، خليني بلكي بتسلل بيناتهم وبصير بعرف نقطه ضعفهم وبصير فيني اضربهم كلهم. لك مانك شايف شو اللي عم يعملوه علي؟ هذا رفيقك عم يحكي عن هيك بتبلش، بس مو هيك بتخلص. إذا فت مرة ما عاد تطلع منوب، مستعدين يقتلوا أخوك مشان يجبروك تطلع. علي مستحيل خليك تلعب هيك لعبة. بعد أنت وياه ولك بعد هيك لازم تفهم منيح، وقت بتفكر حالك إنك صرت غني رح يذبحوك دغري ويدمروك، لأنه سبقوا وعملوها معي أنا. ما عملتوها؟ ولك عمالكم خليكم بعيد، يلي بقرب على إيزال مثل على النفس تبعنا، فطفهمانين ولك؟ أخي علي لازم ما نلعب اللعبة هيك. علي هدول الناس هنن يلي قتلوا بهار، هدول الناس هنن يلي قتلوا مجد، مو سردار لحاله، هدول كلهم شركاؤه. بعرف أخي بعرف. امشي نروح، خلينا نحارب على قياسنا، ما تخاف. امشي معي أخي علي. أنا راح ضل إيزيل. ولك يا علي أنا راح ضل يا عمر. لك شو ما سمعته، هو رح يضل، انت بتروح. عائشة 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 عمر دخل ابني، شو صاير؟ بدي شوف جاني شوي، وينه؟ قاعد فوق. خلاص ما عاد خليك تضل لحالك. ليش؟ طيب عمو ايزيل ليش بشوفك على طول لحالك؟ وانت رح صير اجي لعندك عطول، ما رح خليك لحالك وما رح اسمح انك تكبر هيك. انت بتحبني عمو ما هيك؟ طبعا انا اللي بحبك،
ايه بس انت ما بتحبها لامي ما؟ على طول عم تتخانقوا. يلا حبيبي جان، عمك ايزيل اجا هلا مشان يساعدك بدروسك. تدريسه لعمه كتير منيح. يلا يلا فرجيني. اختر الجواب المناسب الذي يوضع في محل القيمة الجبرية كي زائد. ما رح تحاول توقفني؟ ما فيني وقفك. ما فيك توقفني. إذا وقفتني اليوم بعملها بكرة. تعرف شو السبب؟ لأني أنا اللي قتلت أبي بهدول الإيدين. أبي الحقيقي، أبي الندل الحقير قتلته، أبي اللي كنت حبه أكتر من روحي قتلته. قوصت عليه؟ برأيك أنا بقى فيني عيش بعد هلأ؟ فيني عيش كأني ما عملت شي؟ برأيك في طريقة بتقدر تنقذني فيها؟ ما في كنان، ما في طريقة تساعدني. بقى لا تعب حالك. حتى إذا فيك تعمل لي هالمعروف. فيك تقطع لي شرياني؟ سبق وقتلت ناس كتير، أمرت إنه ينقتلوا وانقتلوا، أمرت إنه يختفوا واختفوا، أمرت ينفصلوا قاموا انفصلوا، انفصلوا عن شغلهم وعن عيالهم. تعرفي إني كذبت عليكي؟ أنا يلي أمرت إنه ينقتل إيزيل ما كنت بعرف إنه مجد رح يموت. في بنت اسمها ريهام من هداك الطرف، عودت على المخدرات مشان تصير تتجسس لصالحي، واتفقت مع جماعة خصوصي مشان يقتلوا أزاد. سيكيز إجا سيكيز لهون مشان يقتل رامز، بس ما قدر. حطيت له مخدر بالعصير وسلمته لإيزيل مشان يقتله. وقتها أنا ما كنت بعرفك، كنت بقرأ التقارير يلي بتجيني وبس. بيوم من الأيام سألت قيا، قلت له هدول الناس ممكن بيوم من الأيام يوقفوا بوشي. قال لي قيا احتمال. قلت له لقيلي عندهم نقطة ضعيفة، نقطة ضعيفة عندهم كلهم، نقطة ضعيفة بدرجة إذا استعملت كل واحد منهم بيروح بطريق. بعد فترة اتصل فيني قيا بعد الظهر، قال لي عندهم هيك نقطة ضعف مثل ما أنا مفكر. كنان؟ أنا كنت باجتماع وكنت مشغول كتير، وجاوبت على سؤال بسيط، قلت له نعملوها. كنان؟ وباليوم الثاني إجا قيا ومعه الجرايد لأقراها. كان خبر بالصفحة الثالثة، جريمة غامضة في أحد المقاهي. بعدين اطلعت على الصورة، قلت لهم حلوة هالبنت، كيف صار هالشي؟ بعدين كملت الفطور تبعي. بعدها كانت تطلبي مني اني اقتلك. طيب قبل هالشي حابه انك تعملي معي هالمعروف. اسمعيني، قرار موت اختك بهار انا يلي قررته. ما زبطت معك مرة تانية. أنت اللي قتلت لي أختي، أنت اللي أخذت مني أغلى مخلوق عندي. إيه أنا قتليني عايشة. لازم أقتلك إلك ولا إيزيل. ليش؟ ليش جاي هلا بدك تخبرني بهالشي؟ ليش؟ هي الطريقة الوحيدة لتضلك عايشة، تقتليني بدل ما تقتلي حالك، إنك تكرهيني بدل ما تكرهي حالك، إنك تشتاقي لبهار أختك الملاك،
بدل ما تشتاقي لأبوك يلي كان عم يأذيكي، بدل ما تقتلي حالك لأنك قتلتي أبوك، اقتليني مشان تضلي أنت عايشة. ليش؟ لأني بحبك يا عايشة. لا، أنت ما بحق لك تحبني، هذا الشيء مو من حقك أبداً. تعرفي أنا حبيت مرة من زمان كتير، وبالآخر خلتني صير أسوأ من الموت. أنا رح أنتظر للأخير. على كل، من أول لحظة كنت جاي وبدك تقتليني. أنت مجنون؟ أنت اللي قتلت لي أختي، ومن كل عقلك مفكر أني حبك؟ طيب قتليني إذا هيك، وإذا ما قدرتي تقتليني راح أعمل جهدي مشان كون الزلمة يلي بيستاهلك. ما عاد راح كذب عليك بحياتي، وراح أوثق فيك طول ما أنا عايش، وبيوم من الأيام أنت كمان راح تحبيني، راح تتذكري هذا اليوم، وراح تقولي لحالك هذا الزلمة يلي قتل أختي، بس أنا ما قدرت أني أقتله. اقتليني أنا يلي قتلت لك أختك، يلا اقتليني أنا يلي قتلت لك أختك، اقتليني يلا اقتليني يا اختاريني. سيد كنان كمان رح تسهر هالليلة للصبح؟ اسمعني يا حقير يا واطي، عم تشتغل كتير، ما عاد رح تشتغل شي بنوب. مليت كتير، ما عاد رح تمل بنوب. لقيت المصاري قليلة والمغامرات كتيرة، موافق على كل شي، قبلان بكل شروطك. بس رجع رجع يا ولد وخلصنا، رجع يا حقير وخلصنا. أنا عم بشتغل كتير منيح، الشغل ماله مشكلة، بس لما بشتغل بحس بمشكلة. مع مين بدي أحكي بالشغل؟ مع مين بدي أحتفل؟ ليش ما عم تفهم علي؟ أنت صرت مثل أخي الصغير. بس أنا في عندي شرط. حكي. بقوله لسلمى. أنت كمان بدك يعني أرجع؟ إذا هيك بتختاريني. اختارك أنت؟ يا أما رامز يا أما أنا. أنت من وين بتعرف؟ أنا بعرف كل شيء. بطلع وبحكي مع رامز، ما عاد سلمى ترجع لك. اختاريني إلي، كوني حبيبتي، عشقيني أنا، بس بترجاكي ما تكذبي. إذا ما بتحبيني ما تكذبي، لأنه فيني أتحمل. رح أزعل كتير، بس رح أعيش. بالعكس، إذا قلتي إنك بتحبيني وكنتي عم تكذبي، وقتها ما رح أقدر أعيش. لهالسبب، يا أما بتقتليني هلأ وخلاص، يا أما بتختاريني.
أخيرا صار مثل ما بدك يا نجمي، صرت جوات الشغل. في ضرورة أقلك شو هي آخر الشروط عندي؟ ماشي، راح أطحن الأمحاد بعدين، بخاف أنه يصير شي غلطة بالآخر. أنت شفت اليوم شو صار قدامك، إزيل واحد خطر علينا كلياتنا. الزلمة ما أنا واحد منا، هيك الظاهر، بالمكان الصحيح وبالزمان الصحيح كمان. ولو يا شباب لا تطلعوا على الورق. أي ورق؟ عم نحكي عن المصاري. هذا الموضوع اللي بيهمني. ريهام، قررتوا امتى الموعد؟ موعد شو؟ ايه يعني فاكرين بالصيف. كنت تحكي معهم من هذا التليفون؟ ايه منه. مع مين كنت تحكي؟ مع مين؟ مع جنكيز. شمري عن ايدك. ما صحى ذاكرته. ما اتفقنا تنظفي حالك؟ هي اخر مرة، فهمتي؟ بس انا عم نظف حالي عن جد. خلص رح نظف حالي. خلص. بس قبل هذا بدك تحكي مع جنكيز. شو بدي اقول له؟ هذا شو صار؟ تموز طلعوا؟ عم يطلعوا، بس في مشكلة. شو؟ لا تشغل بالك، عايشة منيحة. حتى شوفك بحكي. ماشي؟ ماشي. اوف يا. ايه؟ قولي لشوف، عرفتي وكل رامز وين؟ مو لهالشي اجيت. لشو اجيتي؟ شو بدك ابره؟ اجيت لان اقول لك رسالة من إزيل. ما فهمت. ما تشغل بالك، ما بيعرف. يعني ماني متأكدة انه ما بيعرف شي مثل هيك. قال لي انه انقل لك هالرسالة. قولي يلا خلصيني. قال في عنده عرض، عرض بالشغل بيناتكم. وكيف رح نشتغله؟ رح تدمروا يوسف مع بعض، انت من جوا وهو من برا. في عنده خطة. وليش انا بدي اقبل بهيك شيء؟ هو عم بيقول انه انت بدك تقعد محل يوسف وهو بده يدمره، واتنيناتكم رح تقدروا تعملوا هذا الشيء مع بعض. ولك شو هالإزيل هذا، شغلة كبيرة. ليلو، ولا اعطيني تليفوني.
شريك، ما رح تسأل عن حال عيشة بالأول؟ لا ما بدي. برافو عليك. والسؤال الثاني، ليش بدي أدخل معك بهذا الشغل؟ أنا شغلي ماشي حاله وخطتي شغالة كتير منيح. لأنه هدفك الأساسي إنك تدمر يوسف. ما أنا بعرفك يا جنكيز، مثل الحية ما فيك بالآخر إلا تقرص. برافو. بس مثل ما بتعرف ما رح أقدر فوت معك بالشغل هيك دغري وعلى العمياني. لازم أتأكد من نيتك بالأول. وكيف رح تتأكد؟ لازم أعرف إنه أنت ما رح تفكر تغدر فيني. بدك تعطيني الشيء، يعني اعتبره عربون؟ شو عم تفكر؟ ما بعرف، تعطيني حدا منكم. أزاد مثلا، توفيق مثلا، ما بعرف، أعطيني واحد من جماعتك على السريع. طالما قدرتوا تاخذوا ريهام من جماعتنا. ماشي. يا بدي آكل. علي، علي منيح؟ أنت عم تحكي جد؟ ولي عهد رامز هذا، عربون محرز. وليش رح تعطيني إياه؟ خلينا نقول إنه عم يتحرك بعيد عن يلي بدي إياه. مو معقول يا شريك، دايماً بقول أنت واحد بتخوف. عجبني المشروع تبعك. لك إيه خلصتيها كلها؟ تعرف؟ بالأشقوان بتكون البيتزا تبعك أطيب. طب هات لقلك دوقني شي شقفة من عندك، حبيتها هي. لا لا لا، كل واحد بيأكل البيتزا تبعه، البيتزا تبعي فيها مبيد، مبيد جنكيزي. عجبتكم هاي مبيد. شو موافق جنكا؟ علي أنا ما؟ طبعا موافق. عمر، إيزيل، اللي قلته هنيك بالاجتماع قديش منه لعب وقديش منه حقيقة؟ كان كله حقيقة يا أخي علي. لو وقعت كنت رح روح وجيبك. وبركي ما كان بدي أطلع من هنيك. الصداقة شغلة صعبة يا علي، أحيانا مشان مصلحة رفيقك تعمل معه شغلات ما بده إياها. لك وين الشرب؟ شو راح علي؟ أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ منيحة، كنا ناطرينك. تعملها؟ لسه في عندك ثقة؟ هات انت اللي شو عملت بشغلك؟ يا ريت ما تتدخل بشغلي. علي لا تخبصها. شو مع مين عم تحكي حضرتك؟ تعمل حالك مشغول بشي وبس يجي الشغل ما منلاقيك. شي مرة ورجينا رقصتك بنص الساحة لنشوف. لك تعال هون، وين رايح؟ تعال خلص مسكر على السيرة. بعدا. نعم معلمي. شو رايك نطلع لبرا؟ يعني بنتمشى بين الحارات. بيخلص دوامي على الساعة 2 الصبح، وقتها بدي سلمك الحساب. شيلك من قصة الحساب، بتروحي تتمشي معي بين الحارات ولا لا؟ عم يزعجك شي؟ لا ابدا، هذا المعلم. قولوا انه العشق بيطلع احلى شيء من الصفات الموجوده بالانسان، بس هالحكي كذب.
اي نعم كذب. ليش هيك عملتي؟ كنت رح جن، ليش ما عم تطلعي من الغرفة؟ كيف صار كنان؟ أنا ما بعرف، ما مبين ابنه. عايشة شو صار؟ أنت كذبت علي. بهار، قلت لي إنه إيزيل قتلها. أنا هيك فكرت لأنه ما بعرف رامز كان. خلك تشوفها بعينك. بهار، أنت شفتها وقت انقتلت. أنت مين قالك؟ كنان يلي قالك هيك؟ يا عايشة، الحق على إيزيل، هو يلي دخل هدول الناس بحياتنا. إيزيل ذنبه مثل ذنب كنان بالضبط. وأنت؟ أنا ذنبي معروف، أنا ذنبي إنه أنا حبيتك بجنون. الرجال كلهم عم يحبوني، ولهيك حاسة إني مذنبة. ذنبي إني عم شد الرجال السيئين ليحبوني، يلي عم اجمعهم من حوالي هن الناس اللي عم يأذوني. عايشة لوين رايحة بهالليل؟ سأل السؤال اللي عم بيدور براسك، مو لوين، قصدك لعند مين؟ الروايات والحكايات كلها بتكذب. العشق قد ما كان كبير ما رح يقدر يطلع من الوحوش قلب من ذهب. الإنسان العاشق بيكون كتير النسيان، بينسى مين بيكون، بينسى بس لفترة. وهيك منكون صرنا دايرين الشوارع كلها. قلت لك رح دورك الشوارع. بس أنا فكرت إنك رح تقلي شي. بالحقيقة بدي أسألك عن شي. بالأول بدي أعطيكي شغلة. ماشي، أعطيني إذا حبيت، لأنه وصلنا. قلت لك إنه بيتي بعيد وساكني بالسكن الجامعي. بس مو صغار كتير الشباب الساكنين هون؟ وأنا كمان صغيرة. ما تفكر فيهم، هنن مو صحابين شغل. وليش بدي أفكر فيهم؟ هنن ما عندهم بيوت، وما عندهم سيارات فخمة مثلك، وما عندهم نوادي. شوف هذا الشاب عم يقدم وردة للبنت، شو بده يعمل؟ شغلة شباب. وأنا ناطرة. أنا لسه ماني جاهز. إيه بس أنا صار عندي فضول أعرف شو رح يعطيني إيزيل برقدار العظيم. خلاص بيعطيك إياه بعدين، رح أروح أنا هلا. تصبح على خير. وقف عندك، لوين رايح؟ غمضت عيوني وناطرة، ما بيصير إنك تخلي البنت تنتظر مغمضة، عيب عليك. شفتك عم تاكلي منها بالبار بالصدفة، ولأنك بتحبيها جبت لك واحدة. يمكن سخيفة، أنا آسف كتير. إيزيل، أكيد شو ما كان سؤالك الجواب أكيد. الروايات دايما تكذب وقت بترن الساعة.
الأميرات بيرجعوا لعشقهم الأولاني، والوحوش بيرجعوا مثل ما كانوا بالأصل وحوش. في براسي فكرة، شو رأيك إنه مرحبا. شو كله تمام؟ أكيد. إجوا ما؟ مين اللي إجوا؟ شو بدك بهي القصة؟ هاتي لشوف، حددتي التاريخ ولا لسه؟ منشان العرس؟ لساتنا عم نفكر. اتنيناتن عم يفكروا ببعض كل الوقت. انت بس شوفي توفيق كيف بيطلع فيها. العشق عشق، مو كأنكن عم تميعوا الأمور شوي؟ هاي الشغلات إلها خصوصية وإلا بتفقد الروح تبعها. طقس برد برا؟ بادا ممكن تعيريني جاكيتك، بدي أطلع شم شوية هوا. طبعا تفضلي. يسلموا إيديكي. ماشي شباب، خلينا نراجع القصة من الأول. شو قال لك جنكيز إنه لازم نعمل أول شيء بالضبط؟ أول شيء لازم نسلم على بعض. إذا سلم الخال على يوسف بعد كل يلي صار، رح يفهم يوسف إنه الموضوع تسكر. وأنت بتفوت بالموضوع دغري. ماشي، وباخذ يوسف بالعشرة. معلم سلموا على بعض، بعدين خلينا نروح نشوف المستودعات. وهيك يوسف بيكون رضيان كتير وبلش ينفخ بحاله وبينسى انه يشك. انت معلم هذا الشغل، لنشوف ونتأكد انه اذا في شي نقص. وبعد كل هاد الشغل على توفيق وجنكيز. جنكيز عطينا ضمانة، قال هو رح يلهي رجاله ليوسف نص ساعة وقت تروحوا انت ويوسف على المستودع، نص ساعة لتعملوا يلي لازم تعملوه. انتوا الحقوني. ماشي. نعم سيد يوسف. ماشي رح بلغهم. عم بيقول خليكم بالمطعم مشان رامز. بتحب تحكي معه ولا مش الحال؟ ماشي. هلا هي خطته، اذا مشيت الباقي رح يكون على توفيق. الطريق ساعتها رح يكون فاضي. شو بصير إذا ما كان فاضي؟ يعني أنتوا تصرفوا. طلع بعيوني يا حقير. مين اللي عم يقتلك؟ عم تشوف؟ اطلع بعيوني منيح.
بعد ما تخلص شغلتك رح نسلمك لجنكيز. هو هيك مفكر. في عندي كلمة حابب انه يسمعها يوسف، خبركن اياها ونحن على الطريق. تهمس له اياها باذنه وهو عم يلفظ اخر نفس في مجال. نهمس له اياها يا خال. ايه هذا كل شيء؟ بتحطوا كل شيء جوات السيارة، بتحطوا كل الأوراق اللي لها علاقة باتفاقية السلاح، والسلاح بتحطوه بالصندوق، كل غسيل يوسف الوسخ، الصور، كل شيء. أول سيارة إسعاف بتجي، وأول فريق شرطة، وأول دورية درك. هدول كلهم أخوتنا، أهلا وسهلا فيهم، ما لازم نخاف منهم. حضرة جنابه ماسك كل الناس يلي من فوق. ماشي، ونحن رح ننهي الموضوع كله بالناس يلي من تحت. يعني كنت رح أقول هيك شيء. عن جد رح أكون كتير مبسوط باللي رح يصير. شو الرقم هاد؟ ألو؟ هاي أنا. إجا رامز لهون واجتمعوا كلهم برا. شو مبسوطين؟ كيف شايفتيهم؟ شايفتهم مبسوطين. إزل شرح لهم كل شي حكيت له إياه وموافقين كلهم وبعدهم عم يحكوا. وفي كمان شغلة. شوفي احكي. أنا بدي بطل كل شي طلبتوه مني عملته، خلص أنا بطلت. ما تقوليها. مبلا. يعني هيك فجأة بطلتي تشتغلي؟ ايه خلص بطلت. اوكي تمام بطلت، ما عاد بدي يكون مع توفيق، رح اتجوز وما عاد بدي اشتغل مع حدا، خلص ما عاد بدي. ايه ماشي ماشي. شو؟ الو الو. كتير حلو الوضع، مشي الحال. الجماعة صدقوا انه بعتك وبلشوا يتحركوا. منعيد من الأول، منسلم على بعض. علي ببلش يحكي معك وبصير ينفخك وانت بتعمل حالك سددت. إذا ما رح تورجينا ما بعتقد أنه رح نقدر نكمل معك. ايه خلينا نروح. بس السيارة ما رح تبعد هالمرة، ما هيك؟ شو أخبارك أخي علي؟ شو؟ بس مو لهالدرجة. وأنت شو رح تساوي بهالوقت؟ شغلتي. كتير حلو هذا الحكي، حلو، برافو عليك يا ولد. الحقيقة شغلك كتير حلو، في كتير ذكاء وتفكير بالنسبة لواحد مثلك. شكرا كتير يا معلم. بهذا الوقت في عندي رجاء صغير منك يا
تموز بلشوا يصيروا كتار. لا هاي شغلة صغيرة وبتنبسط فيها. يمكن صار لازم نحكي مع كنان، ما هيك؟ صار لي يومين مو سمعان صوته. شو شفته شي؟ سيد كنان في ضيفة بدها تشوفك. خليها تفوت. حاضر. أهلا وسهلا. هاتي أنا باخذها. أنا باخذها، هاتي عني. آه صحيح، حطيت لك الجاكيت على العلاقة، شكرا. اعتبارا من بكره رح يحرقوا نفسنا ورح يهجموا علينا بكل قوتهم. نحن مو عم نمشي على شعره. اعتبارا من بكره ما عاد في شعره. طيب شو هي الخطه يلي عنا؟ واضحه، انه نضل عايشين. انا ما عم امزح، هي خطتنا. اعتبارا من بكره صعب نضل كلنا عايشين. نحن رح نفوت على نص بيته للوحش. وفايتين متاخرين. الكل لازم يكون مسلح، الكل. ازاد وريهام وأنا وكل اثنين بيكونوا مع بعض. ما بقى في حدا يمشي لحاله اعتبارا من بكرة. بتنسوا حياتكم الخاصة اعتبارا من بكرة. صارت لأيامي. يلي بيآمن بالله يدعي لنا يا جماعة، ويلي ما بيآمن يجرب انه يآمن. صعب نطلع من هذا المغطس إذا ما آمنا. إذا قدرنا نطلع بعد منا راح يصير تتتتت وراح تكون سريعة كلهم. يوسف، قايا، كنان، منكون وصلنا لآخر الفيلم إن شاء الله. نخلص على خير. طيب توفيق تعال. كيفك أدم؟ كتير منيح معلم. شو عامل شي غلط لحتى بعت وراي؟ في شغلات ظريفة بملفك، مشتغل بكتير محلات. هذا شغلي معلم. بس في محل مشتغل فيه ومانك ذاكره، بار مرجان. حكينا بالصدفة مع حدا من رفقاتنا هنيك، قام تفاجأنا بالحقيقة. معقول؟ طلعت من أساس المحل هنيك. أه معلمي. بس مو ورا البار، بالأمن. وبيوم من الأيام وقت فتحنا المحل هون ما عاد بينت هنيك. معلمي آدم اوعك تلف وتدور. كان علي الصغير هو يلي بيحمي المحل، وكان هو يلي ينقل حكي ليوسف. أنا بحق لك جملتين، بحق لك تحكي جملتين. معلم القصة بسيطة، ما ذكرت هذا الشغل لأنكم مو طالبينه، ما في أي سبب تاني. جملة طويلة بس مو مفيدة. ضل جملة واحدة، فكر منيح. معلم أنا بقسم لك. ماشي معلم، حكيك صح، بس أنا ما قلت له شي صدقوني. أنا قلت له حكي فاضي، ما قلت له شي مهم صدقوني. أنا واحد صغير معلم. خليني روح معلم. آدم ما تلف وتدور. كمان جملة طويلة، بس حظك حلو كتير، جملتي رح تكون قصيرة. كود ايه؟ في شي حدا تاني غيره؟ ما في شي خطير، بس قلت لي راجع اصغر التناقضات يلي بلاقيها وكلهم عندهم اياها. مثلا يعني شغلات مانا كبيرة، شغلات بتصير مع الكل، يعني ما في شي مهم كتير. عن مين؟ آخر ملف.
اشرح لي. علي قدر يكشف القصة من الأول، الملف تبعها مو صح. ايه وكمان رحت عبيتها، طلعت تاركته من زمان معلم. بس ما في شي مهم، يعني الشي المهم يلي منعرفه عن البنت هو موبايلها. خليك وراها. متأكد معلم؟ راقبها. شو بعدك هون؟ شردتي؟ وقت بيجي واحد بيطعن التاني بالسكين بيخسر قوته. ليش ما رحتي؟ عم فكر بالأذى اللي ممكن أعمله فيك. آه كتير. بس شو اللي بيأذي أكتر؟ شو هو أكتر شي بيأذيك؟ إذا طعنتك بهديك السكين فيني اطعنك هلأ. طعنيني أنا هون. ما بكفي، بدي شي أكتر. مين اللي بتحبون؟ رح خليك تتوجع فيهم. مين في؟ ما في عندي حدا. رح خليك انت تتوجع من جواتك، رح خليك اسعد انسان بالعالم كله، وفجأة رح ارميك لتحت لأغمق حفرة وما رح تقدر تطلع منها. يا عيني كوني معي وبعدين ارميني لوين ما بدك، مو مشكلة أبلان. رح قلك اني بحبك ورح اقعد بحضنك، وبعدين بالأخير رح بيعك لأعدائك. أبلان رح تاخدني وانت عارفان شو رح يصير؟ ليش يا عيشة؟ في عندي غير حل. أنا بعشقك عيشة. خراس، أنت مستحيل تحب شي، أنت ما فيك توافق على شي، أنت ما فيك تقبل أي شي، أنت ما بتخجل؟ معقول؟ ما رح أسمح لك تنتقم مني. ليش عم تعملي هيك يا عيشة؟ مشان أعرف كيف أذيك. مزبوط، أنا أذيتك كتير من قبل، بس أنا هلأ بعشقك. مثل مين؟ خراس. هي أنا مثلك بالضبط، سبق وعملتي أنت كتير أذى، بس لهلا بعدك بتعشقي لعمر، ما هيك؟ لك أنت شو بيعرفك بالعشق؟ أنت ما بتعرف شي أبدا. بشفق عليك. بعرف هالشي، بعرف إنه ما عندي مبرر لأعشقك، ما هيك عايشة؟ وكمان أنت ما عندك مبرر منشان تعشقي لعمر، مثل ما إنه حبي لإلك عايشة شغلة رهيبة، كمان عشقك لعمر شغلة رهيبة. مزبوط حكي؟ قلت لك خراس. مشان هيك صدقتي يلي حكيته وقت قلت لك انه ايزيل هو يلي قتل اختك؟ يمكن ارتحتي بينك وبين حالك. هو كمان عمل شي يأذيكي، اتنيناتكن صرتوا اذين بعضكن، صرتوا متعادلين، ما هيك؟ بس هو ما عمله. ايه وشو بصير عنا إذا هيك؟ بتكوني وحدة مأذية وبتحبي، ليش ما بتقولي الباقي؟ ليش ما بتقولي الحقيقة؟ حبي لإلك عم يخليك تحسي بالقرف والحقارة، ما هيك؟ وعشقك لإله رح يكون نفس الشي، مزبوط؟ بس فيك توقفي هذا العشق؟ يا ترى حابة وقفه؟ هو ما عمل لي شي، بس بدي إياه يسامحني، بدي اياه انه يكون جنب قلبي، بدي اياه انه ياخذ بتاري. انا شو نوعي بين الناس؟ شو نوعي بين الناس؟ كيف قدرت اترك قاتل اختي عايش؟ عم تفرحي حالك، عم تقولي بلكي اذا هيك فيني ارجع لعمر. وكمان فكرتي وقت قتلتي ابوكي، متي من جوا، بس قلتي يلي جواتك يمكن يسامحني بعد كل هاد. انا قتلته لابي مشان يرضى ولو شوي علي. انا قتلت ابي، شو نوعي أنا من البشر؟ عاشا، أنا تركت كل شيء، تركت أبي وبهار
مو معقول تركت كل شيء وعم اركض ليكون عمر معي. لك شو نوعي من البشر انا؟ انت انساني عاش عايشه مثلي تماما. اتصل السيد يوسف كذا مرة وقال إنه في شيء مهم رح يتصل مرة تانية. قال إذا فيك ترد عليه رح يكون عنده أخبار منيحة بس يتصل. ريح حالك. شبك شو خايف من إيزيل؟ لا أنا خايف من الخال. ما رح يرضى يصافحك. الخال يلي بعرفه أنا إنه ما بيعمل هيك شيء حتى لو كان بيعرف إنه هي لعبة. جنكيز خليني أشرح لك شغلة. الخال ذكي كتير وجارية كتير مثل النمر البري، بس بآخر كل هالشي هذا النمر رح يوقع بالشبكة. بتحط هذا النمر بالقفص وبس بدك ترجعه للطبيعة بيكون فرط. جنكيز هاي مو أول مرة منصافح بعض أنا والخال. ما فهمت. وقت دخلت الخال السجن قالولي هذا الزلمة ما بيحكي ولا بينهار، وأنا فتت قعدت قدامه شغلت بوشه الضو ومديت له إيدي. وهو شو عمل؟ أكيد صافحني وبكي مثل الأولاد وهو عم يشدلي على إيدي. خال مشان الحكي يلي قلته هداك اليوم. شوف ابن أختي، وقت بينكسر الإنسان مرة قد ما حاولت أنك تجبر الكسر تبعه ما عاد رح يقدر أنه يرجع يوقف وظهره مشدود. عن شو عم تحكي؟ كنان يوسف بالأساس هن انغلبوني وقدروا يوعوني وقدروا يقلعوني من الشروش تبعي. شو هالحكي يا خال؟ شوف ابن أختي، تعرف كيف العاصفة بتقدر تقلب أقوى شجرة مهما كانت قوية؟ أول شي بتبعت الصاعقة القوية من السماء مشان تضربها، تضربها بنص الشجرة بالضبط، تفسخها نصين، وبعدين بتصير توقع على الأرض، تنزل أول شي على مهل، بعدين تنهار على الأرض بسرعة. وأنا هيك قدروا ينزلوني يا ابن أختي. خال أنت بتسمع عن رامز قرائسك العظيم ما هيك؟ تعرف كم مرة قدروا يغلبوا لهذا العظيم؟ كل مرة بيجي بدي أرفع راسي بينزلوا فيني وبيردوا يوعوني. معك حق، حسبت حساب طويل واستخدمتك إلك من ضمن الحساب. إيه بس صدقني يا ابن أختي، صدقني هذا الشيء مو منشان القوة ومو منشان المصاري، منشان أقدر أوقف اليوم وأنا شاد الظهري قدام الكل، كون أدران وقف وشاد الظهري بابن أختي منشان هالشي. الإنسان منا في عنده وشين، وهالوشين بتلاقيهن تحت ألف قناع وقناع. كل إنسان بيكون صياد وبنفس الوقت بيكون الضحية. كل إنسان بيكون بريء وبنفس الوقت بيكون الوحش. وما فيك تعرف إمتى بينتقل هالإنسان من حالته لحالته التانية. شوفولي قديش حلو يلي عم بيصير.
القوتين اللي هون عم يتوحدوا. ايه اخي رامز، شو بتقول؟ ممكن اعداء العمر يصيروا رفقات بالشغل؟ خلونا نبلش التحضيرات. ليك نحن ما عنا لعب مأزي ابدا. ها اوعك تبلش تنبش لي القصص الصغيره اللي صارت بيناتنا، لانه رح ارجع زتك بالسجن مره ثانيه. على كلين مهما كان، هلا انت صرت شريكي الصغير. المشكله الاساسيه اكيد مو انه نعرف امتى الانسان رح يتحول من حمل بريء لوحش كاسر. المشكله شو لازم يصير ليتحول. ايه شو رايك شريكي الصغير؟ برافو عليك. شو بدي اقول، بعد كل هالسنين يلي مرت تعلمت كيف تقعد عائل. وهلأ انت جاهز يا ترى تكون من رجالي؟ خال، عم مدلك ايدي لتسلم. انا عم مدلك ايدي وانت رح تصافحها. انت يمكن لازمك تكسير عظام وكم كف، تاكل قتلة تحت بالابو لتفطس، بس ما رح اعمل هيك شي معك. رح شعل الضوء ورح مدلك ايدي وانت رح تصافحها. وهلأ رح شعل الضوء. يلا اشلحي. وهلأ رح مدلك إيدي. اشلحت النورة كمان يلا. سبحت سبحت ووصلت لآخر النهر يا رامز. يلا عمل جهدك، امسك حالك مشان تقدر تسلم علي مرة تانية. يا ترى بتعرف يا يوسف كيف بتنكسر الشجرة القوية قد ما كانت قوية بس تيجي العاصفة؟ يا شباب
نحن ما اتفقنا معك هيك، بعرف كذبتوا علي، ما مشيتوا على الخطة مثل ما اتفقنا. وانت كمان، بس اذا كان بدك تاخذ علي، هي علي خده. تعال تعال، خليه يترك ايدي. رامز رامز، انت شو عملت هيك؟ خربت الشغل. معلش اخي معلش، كان هذا المكان بيوم الايام بيت للناس الافاضل يلي كلهم شهامة، وهلا شايف انك مليته بالناس التافهين وزهران الشوارع والاغبياء والسفهاء. حتى انت من زمان ما كنت تحكي كتير هيك، بس هالايام كانك صاير عم تكتر حكي زياده ما له داعي. ما صار شي، عود واحكي معهم انت وقل لهم رامز قرائسكي رح يسترجع مدينه اسطنبول يلي تركها امانه معكم لبين ما يرجع يوقف من جديد. قل لهم هالحكي، مفهوم؟ انتو ميتين، انتو كلكم ميتين، خلاص. نحن متنا كذا مرة، بس انت رح تكون اول مرة. اخي بعتهم ليتفقدوا الفخ، خاف انه يضربوا بالغلط. يلا انتو ميتين، كلكم ميتين، كلكم ميتين، كلكم ميتين. يلا يلا احكي احكي مشان ما تضل بقلبك. يلا. يعني شو عم بصير هلا خال؟ تمشي ولا ما بتمشي؟ ولا كمان هاي لعبة عم تلعبها؟ كيف عملتها وشلون عملتها؟ لساته لهلا تحت العلاج، بس عضلات رجلي لسه ما قويت مشان هيك. وصار له زمان هالحكي؟ صرنا فترة عم نتدرب، طبعا ما لازم يبين هالشي، وقت الناس بيشوفوه قوي هيك بيتوتروا وبصير شعرهم يوقف، بصير وحش. بس ما بصير توقف على رجليك بابا، سمعت الدكتور قال كل شغلنا بيروح على الفاضي. تمام ماشي ماشي ماشي. عن جد انت وحش، عن جد احلى وحش يا خال. ماشي خلاص خلصنا. شو اللي عم بيصير؟ ولا شيء. ليش شو عملت؟ علي شو نحن غرباء عن هاي الامور؟ لك انا ما قلت لك بتطلعي لبرا بوقت اللي بيطلع السلاح؟ علي لا تقولي علي، ليش ما عم تسمعي كلمتي؟ شو انا رجل كرسي؟ نقعد ونحكي بعدين. انسحبت المسدسات وحضرت الانسه بعد قاعده على الكرسي. لك لو انه صاير ضرب رصاص شو بيضمن لي انك ما تتصاوبي؟ شو يعني مفكره رح اقدر اركض لاحميك من رصاص؟ عقلك شغل ايدك. لشو الضحك؟ يوسف وقف لي هون. تعال يوسف. أنا كان فيني أعرف. بدي كل شي عن السيل عندي على طاولتي بكرة، سمعان؟ كل شي عنه، حتى يلي كنان بيعرفه ومخبيه. ماشي. ليك من هلأ وراي حياتك مربوطة بقديش رح استفيد منك بشغلي، لأنه من يوم ورايح هيك.
إذا دق مرة يعني بيكون الأمن عنا مستتب. الخال بعت لنا رجاله وهلأ هني عم يحرسوا النادي من جوا، بس بالأخير بدهم يهجموا. ما نحن بالأساس بدنا ياهم يهجموا، بدنا يوسف يجن ويطير عقله، بدنا يطلع عن طوره. يعني عم قول لو بتغيب هالفترة وما بتبين معلم ماشي، الأفضل ما تجي على النادي أبدا. شو معناتها إذا دق مرتين؟ آسفة عم قاطعكم؟ تفضلي. أنا خلص شغلي ورايحة، كنت بدي قلك إذا حابب نتمشى مثل مبارحة بالليل. اليوم صعبة. طيب لكن رايحة أنا على السكن. على الفطور بكرة. أنت يلي رح تحضر الفطور؟ تمام. معلم حابب اقول لك شغله بس ما تعصب علي. معلمي صدقني هذا كتير، يعني انت وعايشه يعني ما بعرف، ماني حاسس انه عايشه بتناسبك معلمي، حتى بهار هيك. الله يرحمه معلمي، بهار كانت طيبه كتير مثل الملاك. كان عندك بنت بتقضي الليل معها وفي بنت بتفطر معها عند الصبح. عايشه كانت الاولى وبهار الثانيه، هاي اثنيناتهم سوا. ما تعصب معلم بس يلا ان شاء الله. ولك يلا روح. تمام تمام عفوا، وقت بكون معك بيفلت لساني. ولك يا توفيق يا حبيبي، روح ورا بادا هلا. شو رايحين على البيت؟ انت روحي ريهام. خلينا نمشي مع بعض، في مين عم يتمشى غيرنا؟ ريهام روحي على البيت ولا تطلعي من هونيك. يلا. اوف بكره رح نفطر سوا بالبيت. ليش لا؟ انا بحضر الفطور. رأيك نحكي كلمتين؟ شو ما عندكم بيوت انتو؟ قاعدين عم ننطر البيت مشان نطمن انك اجيتي ولا لا. كيف قدرتوا تلاقوا؟ ولو يا آنسة، جبنا الأمانة وحطيناها جوا. برافو عليكم. يلا مع السلامة. بأمان الله. ألو. ليك توفيق، أنا وصلت على البيت بس لقيت حراس قدام الباب، قالوا إنه من زلم الخال. شو القصة؟ أف ماشي. ما تصرخي، اوعك تصرخي، اذا صرختي بتموتي دغري. لا الله يخليك، ما عاد بدي، انا بلشت اعيش من دونه. بترجاك ما بدي، بترجاك ما بدي، خلص بعمل شو ما بدك بس ما بدي. رح تعملي ايه؟ اكيد رح تعملي، والا رح تتعاقبي بدل ما تاخدي الجائزة. عم تسمعيني شي؟ حلو كتير، بدي تلاقيلي مكان رامي زوين. عم تفهمي؟ بدي تلاقيلي عنوان بيت الخال. ماشي.
نعم علي. شو مين حكى معك؟ شو قلت؟ ما قلت شي خلاص. فينا نطلع نحكي برا أزاد؟ علي تذكر منيح، أبي كان نايم فوق وأنت كنت رح تبوسني على الكنباية. شو صار؟ وين راح علي اللي ما بيخاف حدا؟ شو يعني هلا برجع ببوسك ها؟ بس هي صعبة شوي، راحت هديك الأيام وخلصنا. هيك لكان؟ ايه هيك، ما رح أطلع معك على أي محل. ماشي ماشي مثل ما بدك خلاص. سيدي زيل في مرة برا، قال بدها تشوفك. شو اسمها؟ ما قالت لي شو اسمها، بس يعني مرة طويلة شوي، طويلة وحلوة. شو عم تعملي؟ من امتى ونحن هيك؟ معناك منتبه؟ انت بطرف وانا بطرف تاني، يا ما ضحينا فيه ويا ما خسرناه كله، بس انا خلص صرت جاهزة. ولا شو؟ مشان تلعبي؟ لا، بس خليتني اقتل ابي، يعني متعادلين، انا عملتها معك وانت عملتها معي، انتهينا تعادلنا. شلون يعني؟ اجيت يا إيزيل، نسيت كل شي صار بالزمان واجيت. استنى ما تحكي شي، خطرت ببالي بس شفتك هيك، رح اشرح لك ياها عملي. البارمان تبعك شو اسمه؟ ليش شو صاير؟ كنت رح هنيك على شغله، كل شي جاهز ونظيف وعم يلمع، عجبني. عيشة، أول شي فودكا، شراب قوي مثلك، وتاني شي تباسكو، هاد الصوص حد مثلي، ومنحط عصير بندورة. طعمته حلوة مثل أيامنا القديمة، وعصير ليمون، وهي طعمة الرجال التافهين اللي دخلوا بيناتنا. يعني كينان؟ لا، كينان فلفل أسود بيخليك تعطس. عصير الليمون على الأغلب جنكيز. وهذا أحلى شي عملناه سوا جان، فيك تذوقه؟ هذا نحن، اسمنا وروحنا العشق، وأنا العاشق اللي ما فيها تروح من دونك إيزيل. أنا بعشقك إيزيل، نسيت وجعي وكرامتي كمان وغضبي وكل شي جواتي، وطلع أني بعشقك وبس. هاي أنا خبرتك، أنا بعشقك عمر. بس أنا ما بعشقك.